افتتح السيد باسل الطراوني المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الورشة التي نظمتها جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحملت عنوان الإعلام وقضايا الإعاقة. واشتملت الورشة التي حضرها عدد من المسؤولين والمهتمين مناظرة عن دور الإعلام وتصوراته حول ذوي الإعاقة وقانون حقوقهم، كما تناولت الدور الإيجابي للأردن بما يخص هذه الفئة من تفعيل القوانين والتعليمات الخاصة بهم. وقد صدر عن الورشة التي شارك بها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة عدة توصيات تواكب المعمول به في الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن بهذا الخصوص. وأجمع المتحدثون على أنه إذا توفرت للأشخاص المعاقين وسائل الوصول فإنهم سيكونوا فاعلين في المجتمع. اللقاء هذا من أهم اللقاءات، لأنه إحنا بنعتبر الصحافة بكافة أنواعها سواء مسموعة أو مرئية أو ملموسة هي من أحد ركائز البناء للاتفاقية، لأنه بث الوعي اللي هو مادة 8 بالاتفاقية من المواد الجدا مهمة، وبدون بث وعي لا نستطيع نقل المعلومة من إلى، فلذلك نعتمد اعتماد كثير على الصحافة وبكافة أنواعها. وعندنا بالأردن ما شاء الله يعني بلشنا على بيست نشيط جدا بهذا المجال. أنا بشكرك وبشكر القائمين على هالندوة، وبشكر كل الإعلاميين في الأردن وبالوطن العربي وبكل العالم. نحن بحاجة لتعريف المجتمع، يعني الـ 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 الأثر بقع على أصحاب الإعاقة أنفسهم، ومن ثم عوائلهم، ومن ثم الجمعيات اللي بيعملوا فيها، ومن ثم على الدولة. فالدولة بتلعب دور، وإحنا علينا موازنة هذا الدور والعمل مع الدولة حتى نقدر نطلع بمنظومة إيجابية جديدة. وبعدين لا ننسى أنه أحداث التنمية المستدامة جاي ب2030، وهاي المواد كلها تلعب دور بأهداف التنمية المستدامة. شكرا لكم.